أجاكسيو نونت الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 22 وين شاهدنا وين نقولوا بلي أجاكسيو بمشاركة يعني يوسف بليلي يعني نقولوا يوسف بليلي وين قدم ما عليه لكن بدون جدوى وشاهدنا وين إيفان وين سجل وانتهى الشوط الأول 0-0 بين أجاكسيو ونونت. الشوط الثاني إيفان في الدقيقة 65 بغفلة من الحارس والمدافعين شاهدنا الهدف في الدقيقة 65 يعني من إمضاء إيفان يعني لصالح نونت يعني وين شاهدنا كانت مباراة رغم ذلك وين نقولوا بلي نونت 60% نسبة استحواذ 361 يعني أجاكسيو وين 40% نسبة استحواذ 269 59 تمريرة فقط يعني وين أجاكسيو اللي دخل بخطة 4-4-2 شاهدنا وين نونت اللي دخل بخطة 4-2-3-1 يعني شاهدنا وين كانت رغم أن نونت وين ألبان يعني لافون في الحراسة فابيان جان شار يعني وين أندريا فورلان سامويل إيفان مسجل الهدف يعني غانغو ومصطفى محمد عندنا بدون تغييرات عندنا تغيير واحد من جانب أجاكسيو عندنا بنيامين في الحراسة عمر سيدريك إسماعيل ديالو فينيست يعني محمد يوسف مايكل فوران يوسف بليلي ساريال ومنعم الإدريسي يعني مش عندنا كانت مباراة كانت رغم أن ذلك وين كان فيها تشويق يعني وين شاهدنا أجاكسيو وين رمى بكل ثقله من أجل العودة في النتيجة لكن بدون جدوى أمام نونت يعني وين شاهدنا كانت المباراة قوية هذه هي الجولة 22 أجاكسيو نونت الدوري الفرنسي الدرجة الأولى شاهدنا وين بيلاس الذي سجل ضربة جزاء الهدف الثاني يعني في لصالح نونت وانتهت المباراة في الجولة 22 أجاكسيو 0 نونت هدفين في الدور الفرنسي الدرجة الأولى. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجيونا لي فيديو ويمشي ابوني معنا ودايما معكم بجديد وربي يحفظكم خاوتي وصاحيتو.